نجدد لكم الترحاب والتحية كذلك مشاهدينا الكرام، ومثل ما أسلفنا الذكر في الابتداء سيكون الحديث الأول من خلال برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم عن خدمة طبيبك الرعاية والعناية الطبية في منزلك. تفاصيل هذه الخدمة، كيف جاءت الفكرة، وما هي أبرز الخدمات اللي يقدموها من خلال هذه الخدمة أساسا، سنتعرف عليها أكيد بوجود الدكتور أحمد بن سليمان العبري المدير التنفيذي لخدمة طبيبك. مرحبا وسهلا دكتور، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قناة الصباح. صباح الخير. صباح النور، وأصبح عليكم بريحة وعبير ورد الجبل الأخضر. سلام. ما شاء الله شكله واصل ريحته إلى هنا عندنا في السوق. ما شاء الله ما شاء الله. أشكركم على الاستضافة الجميلة ولفتتكم للإطلاع على هذه الخدمة، وهي خدمة أولا نبعت فكرتها بداية من الأزمة اللي مرت فيها السلطنة والعالم. نعم. ووصلت إلى كل بيت، أزمة الوباء السابق أزمة كورونا، الله لا يعودها إن شاء الله علينا. يعني وضعت حجر الأساس في عقلي لإنبات مثل هذه الخدمة، لأن ظهرت كثير من الاحتياج لدى المواطنين والمقيمين إلى وجود الطبيب داخل البيت. نعم. لأن بالفعل الأزمة حددت من حركات المرضى للمستشفيات، ويعني الجميع تأثر بها، وكثير من المرضى أحيانا وجودهم داخل المستشفى كان سبب للحصول على عدوى. فكانت هي الشرارة اللي نبعت في عقلي ابتكار، أو نقدر نقول إنشاء هذه الخدمة. ممتاز. الحمد لله أنا عرضتها على عملت فيها دراسة مبدئية في البداية، وطلعت على الخدمة حسب محتواها في العالم كيف تقام، ودرست وجودها داخل السلطنة، ثم طلعت على المنطقة ككل في دول الخليج. ممتاز. وطلعت على أرقام صراحة، إحنا يعني عمان ما قصرت، الوزارة كانت بادئة في نفس البرنامج لكن على مستوى تمريضي من 1991. جميل. وفي نمو. جميل. نعم، لكن وصلت إلى مرحلة أن إحنا نابد الآن الطبيب يدخل البيت. نعم. يعني دكتور، كما ذكرت من خلال حديثك أن هذه الخدمة الآن بدأت من بداية جائحة كورونا COVID-19. نعم. وما زالت مستمرة في نعم. تقديم الكثير من الخدمات الصحية. نعم. للمرضى. ونحن من خلال تواجدك اليوم في استديو برنامج قهوة الصباح عندنا هذا الفضول. نعم. وحابين نعرف من خلالك عن الخدمات المقدمة للمرضى من خلال أيضا. نعم. خدمة طبيبك. أولا إحنا نستهدف فئة أساسية ومهمة في المجتمع. نعم. واللي هي ولدت لها خاصة هذه الخدمة، هي فئة كبار السن. وما يستحقوه من عناية داخل المنزل. وإحنا نقدم مبدئيا هي الخدمة الرعاية الطبية الأولية، نفسها اللي تقدم في المراكز الصحية الأولية اللي موجودة في الوطن، لكن تكون بصورة مبسطة داخل المنزل بوجود الطبيب. الخدمة الأولى هي وجود الطبيب كفريق طبي متكامل لطبيبك داخل المنزل. يقوم الطبيب بفحص المريض، فحص أولي ومعاينته، ثم اطلاع على تاريخ المرض، بعدها يقرر إيش من أو أنواع الفحوصات المقدمة. ممكن نأخذ فحوصات مختبرية كذلك، هذه إحدى الخدمات. ممتاز. ونقدم علاجات سواء كان بوصفة طبية أو علاجات وريدية حسب قوانين ماذا نص في قوانين وزارة الصحة، بحيث أنها تكون متلائمة مع القوانين المنصوصة والجايدلاينز يعني وزارة الصحة. وكذلك نقدم الخدمة التمريضية للمريض، تشمل معاينة الجروح، وتشمل معالجة الأنابيب القسطرة، أنابيب التنفس، أنابيب التغذية. كذلك نعالج نواصل علاج بعض المرضى السرطان في أخذ بعض الأدوية داخل المنزل. ممتاز. نعالج بعض الحالات التي تسببت في الجفاف بإعطاء السوائل الوريدية. ممتاز. أخذ فحوصات دورية لبعض المرضى اللي غير قادرين يوصلوا المستشفى. ما شاء الله، يعني الكثير من الحالات، كثير من الخدمات ممكن نقدمها. المجتمع نفسه يعني من ناحية تقبل المجتمع بدأ يتقبل هذه الفكرة. جميل. بشكل جميل. كبير جدا. ولذلك سؤالي القادم أيضا سيكون. نعم. دكتور في هذا المحور. نعم. يعني كان في جائحة COVID-19 الحاجة ماسة جدا لوجود جدا. مثل هكذا خدمات تعنى. نعم. تحديدا بهذا الجانب، ولكن الآن ما بعد هذه الجائحة التي ألمت بالعالم، ما مدى فعلا الحاجة الماسة والأهمية من وجود مثل هكذا خدمات تعنى
تحديداً بتلقي العناية الطبية داخل المنزل؟ نعم، شوف الأرقام هي أفضل من يتكلم. حلو، ممتاز. في جائحة كورونا كان الناس حتى في بداية الخدمة كانت الأعداد محدودة في البداية، لكن بعد الجائحة وبعد ما إعلان شفاء المجتمع من الحالة تبين أن الأرقام بدأت تتضاعف في الطلب. ما بعد الجائحة الناس بدأت تستوعب مدى حاجتها لمثل هذه الخدمة. يعني الناس كانت تعاني من نقل كبار السن بالسيارة أو بالإسعاف إلى المستشفى، شيء صعب، شيء ما سهل على العائلة أنهم ينقلوا. فوجود الطبيب للمنزل مع الممرض مع المعالج الطبيعي داخل المنزل يقدم هذه إعالة التأهيل ويقدم هذه العلاجات الأولية بشكل بسيط وبرسوم جدا رمزية مقارنة بالسوق. ممتاز. اللي ينظر للأرقام كذلك اللي في الخليج، أنا طلعت على بحوث أجريت في الخليج، وكذلك أقيم مؤتمر في نوفمبر عام 2021 في الرياض، الأول المؤتمر الدولي الأول للرعاية الصحية المنزلية. طلعت فيه من خلال المؤتمر هذا على كثير متطورات والنمو في المنطقة في هذا المجال خاصة. فكذلك عمان تستحق مثل هذه الخدمة أن تطور وأن تصل إلى كل بيت لكل من يحتاجها. فأحس أن الحاجة ماسة، في إقبال الآن دكتور؟ إقبال كبير جدا، وأحس أن أنا يعني لم تصل الخدمة إلى أذان كل شخص داخل السلطنة، لكن أنا مبدئيا بديت في حاليا في محافظة مسقط في سنة الثانية هذه الخدمة، لكن ناوي أتوسع إن شاء الله على المراحل القادمة إن شاء الله. وهذا يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى يعني أنا جعلتها التجربة الأولى في محافظة مسقط لأخلق قالب معين متميز للخدمة الطبية المنزلية أقدر أطبقه بكل سهولة في باقي المحافظات. جميل. طيب دكتور، سؤالي الآن، هذه الخدمات اللي أنت ذكرتها قبل قليل هل هي متوفرة لمدة 24 ساعة ولا هناك جدول معين وتوقيت معين لتقديم هذه الخدمات، وكيفية أيضا طلب هذه الخدمة الطبية كيف تتم؟ الخدمة متوفرة مبدئيا، هي من خططي القادمة إن شاء الله أن تكون متوفرة 24 ساعة. نعم، لكن لكل فريق طبي طاقات. صحيح. وطاقات بالضبط. هذه حاليا أنا أستخدمها ل 18 ساعة في اليوم عمل. تمام، مقسمة إلى شفتين. نعم، لكل مناوبتين. يعني نستخدم عادة إحنا نظام المواعيد. نعم. الحالات الطارئة سواء كانت طبية طارئة أو حالة إصابات، هذه ليست من تخصصنا وإنما من تخصص إسعاف الشرطة، فإحنا لا نستجيب للحالات الطارئة جدا اللي تستدعي نقل مباشر للمستشفى. قد يكون احنا حالات زرناها وجدناها طارئه، يظن اهلها انها حالات طبيعيه. ايوه، فاستدعت منا ان نتدخل مباشره، تدخل سريع، وحتى التجأنا الى اسعاف الشرطه. نعم. وصارت كم حاله، اكثر من 4 حالات تقريبا كان فيها انقاذ حياه ما شاء الله الحمد لله، وحتى الموظفين حصلوا على تكريم من بعض المستشفيات الحكوميه على ما قدموه للحالات هذه. فالفريق يستجيب للحالات عن طريق المواعيد، وننتقل عن طريق المواعيد عادة تطلب عن طريق الخط الساخن للهاتف في رقم محدد، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة التي تحمل المربوطة بنفس الرقم. وكذلك أعدت تطبيق لطلب الخدمة بنظام المواعيد، تطبيق إلكتروني نشأ وجاهز تقريبا الآن إن شاء الله على الأيام القادمة سيتم الإعلان عنه إن شاء الله، بحيث أن المواطن في أي وقت حتى لو كان بالليل يقدر يحجز موعد مباشرة عن طريق من خلال تطبيق إلكتروني خاص بهذه الخدمة باسم طبيبك. جميل، ممتاز، ممتاز. طيب دكتور، أيضا من خلال عملكم في هذا يعني في هذا التطبيق ومن خلال أيضا هذه الخدمة، الآن ربما قد يتساءل البعض يعني أنكم تقدموا هذه العناية الطبية، ماذا فيما يتعلق بالترخيص القانوني والرسمي أيضا من طبعاً هذا الوزارة المعنية بهذا الشأن وهي مثلا وزارة الصحة؟ نعم، أنا ابن وزارة الصحة. نعم. وإحنا تعلمنا وتدربنا على أيادي أساتذتنا في الوزارة، فأنا مطلعين على قوانينها، ولم نخطو أي خطوة إلا باستشارة وزارة الصحة وتحت إشرافها، وكان كل خطواتنا تمشي بتصاريح من قبل وزارة الصحة. جميل. فالمؤسسة مرخصة، ترخيص قانوني من قبل وزارة الصحة، وكل نشاطنا مرخص. ممتاز. وجميع الموظفين كذلك يحملون رخصة مزاولة المهنة الطبية. ممتاز.
ممتاز. في ممارسة هذا العمل. نعم. بارك الله جهودكم الله دكتور. أمين. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيكم وأتمنى صراحة. مشكورين عليها الأمانة. بارك الله فيك. أشكركم أول شيء على الاستضافة وأتمنى يكون طبيبك له بقعة في كل محافظة داخل الولايات وتصل إلى كل بيت، وهي انطلاقة وكذلك يعني تناغم لما طرحه صاحب الجلالة سلطان هيثم من رؤية في رؤية 2040 في الصحة الإنسان والصحة. نعم. فهي شيء مكمل لها، والرعاية الصحية المنزلية هي واحدة من مخرجات بالضبط. هذه الرؤية. نعم. شكرا لك دكتور. دكتور أحمد بن سليمان العبري المدير التنفيذي لخدمة طبيبك، شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. شكرا على الاستضافة. شكرا. إذن ما زلنا معكم في قهوة الصباح مشاهدينا، إلى فاصل قصير بعده نعود، خلوكم معنا.